محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل ولم يدر ما المنجيان العلم والعمل. إن الأنام مط الأيام تحملهم إلى الحمام وإن حلوا أو ارتحلوا. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. تشح بالمال حرصا وهو منتقل أو أنت عنه برغم منك تنتقل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. ألا ترون يا الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. يقاء المرى وما بالقوم من مرض أو خلقوا خبلا حاشاهم الخبل. ولا يسيل لهم دمع ولا بشر إلا على معشر في كربلاء. قتلوا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا صرير نصون فيه تتصلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ربهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. الآية القرآنية الكريمة في سورة الأنبياء تشير إلى معنى مهم. هذا المعنى عادة يعني يغفل عنه الإنسان، وهي قضية يعني جوهرية في حياة الإنسان. وغريب أن الإنسان ينسى قضية الموت، غريب جدا يعني. لماذا غريب؟ لأن الإنسان لا يعلم متى يموت وفي أي أرض يموت.
وفي أي زمان يموت. يعني هذه مسألة، لأن الإنسان إذا كان الإنسان يموت وتنتهي حياته مو مشكلة، يعني يمكن للإنسان أن يتناسى الموت. لماذا؟ لأن الإنسان سوف يتحول إلى تراب، وأعماله تنقطع، ولا توجد هنالك، لا يوجد هنالك حساب ولا عتاب. لكن المشكلة العظيمة تكمن في أن الإنسان سوف يحاسب على أعماله. الإنسان سوف يأتي ويقف بين يدي الباري عز وجل، مو بس يقف، لا، هنالك يعني مشاهد مرعبة في الواقع، أكو مشاهد مخيفة تخوف الإنسان، كلنا نخاف منها. يعني الذي يعي الموت ينبغي أن يخشى من هذه المشاهد، يعني كما هو وارد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه شيع أحد الصحابة، معاذ بن جبل أو سعد بن معاذ، من الصحابة الأجلاء، من الصحابة الذين لا ينقطعون عن الصلاة وعن العبادة، يعني لا يلهون، لأن هؤلاء ناضلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشيعه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشيعه المسلمون، وتزدحم عليه الملائكة. وعندما يهيل النبي صلى الله عليه وآله التراب على قبره، على وجهه، وينتهي من دفنه، يتغير وجه رسول الله. هذا الصحابة يلتفتون إلى هذا المعنى، يقولون له: يا رسول الله، رأينا بأن وجهك قد تغير، يعني أنت ملامح وجهك قد تغيرت. قال: رأيت لأن ضغطة القبر أخذت سعد بن معاذ بحيث أن أضلاعه تداخلت. عجيب، يعني هاي الضغطة، هذا أول مراحل الآخرة، أنه هذا أضلاعه تداخلت. لماذا يا رسول الله؟ لأنه كان سيء الخلق مع أهله. هذه مشكلة عظيمة، يعني ممكن الإنسان تكون أخلاقه جيدة مع الناس بشكل عام، لكن مع زوجته وأولاده ممكن المرأة تكون أخلاقها سيئة مع زوجها. هذا كل الإنسان إذا يحتاج إلى مراقبة. صحيح، ينبغي للإنسان، صلوا على محمد وآل محمد، فإذا الإنسان يحتاج أن يراقب نفسه في الواقع. لماذا؟ لأن هنالك حساب. يعني هذا مشهد واحد من مشاهد الآخرة، أن الإنسان ربما تأخذه ضغطة القبر، أو تصيبه ضغطة القبر، أو أن الإنسان عندما يموت، كيف يموت الإنسان؟ شلون يموت الإنسان؟ كيف تنتزع روح الإنسان؟ ممكن أن الإنسان يبقى يعاني، فالمعاناة جدا عظيمة. زين، كما ورد في هذه الرواية أن شابا من الشباب، هذا كان ينازع الموت ويصارع الموت، يعني هو بساعات الموت، بس المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذا الإنسان لا يموت، يعيش في حالات النزع. النزع هو شنو؟ انفصال الروح عن الجسد، مثل انفصال الروح داخل الجسد، هاي أكو نظريات، بس المهم أنه أن ترتفع الروح ويموت الإنسان. هذا ما تموت، هذا ما يموت الإنسان، يبقى في حالة النزع. فيأتي الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الشاب، يعني إحنا يعني نتألم لحالته، حالته كلش صعبة. قال: هل له أم؟ قالوا: بلى. قالوا: جيبوا أمه. قال: هل رضيت عنه؟ قالت: كلا. قال: هو هاي المشكلة. زين، ما رضيت عنه أمه. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله حاول أن يسترضيه ما قبله، إلى أن أقنعها النبي، رضيت عنه، مات الشاب. زين، الآن أنا شاب، هل أن أبي وأمي قد رضي عنها؟ المشكلة كلش كبيرة. صحيح، كل إنسان يراقبها. زين، كل إنسان إذا يراقب أخلاقه مع أبويه، ويراقب أخلاقه مع أهله، ويراقب تكاليفه الشرعية، عملية صعبة، طبعا صعبة بلا شك، ولذلك